والكحول والبخار أو صوص في الوول إذا أرسل يديه من برا يعني حاجة في اليوم حاجة في الوول حاجة من برا خلبوط وكمان وإن الكلينيكال بيكشر بتاع الأكيوت سكينيا دي 6 دي وإن 6 دي دول بين بالور باراليسيس باراسيزيا بروجريسيف كومبنس وبالسر قطع حته وانت بتقراها هتقعد بطيشه لانها مكتوبه بالانجليزي يعني جامد انا عايزكم تكتبوا كل الكلام اللي بالانجليزي ده وتكتبوا ان فوق السدس البلط بيبقى فيري بروميننت او باوندنج بلط تحت السدس ابسنت بلط يعني تحت ابسنت بلط فوق السدس مثلا باوندنج بلط طب انا لو جالي واحد عنده acute ischemia وبعدين لقيت ان شعر جلده واقع وضوافره وقع ورجله خاسه يبقى ده غالبا ايه؟ ده acute on top of chronic يعني ده acute thrombosis on top of atherosclerosis والعند ده غالبا هيطلع اصلا كلوديكال يعني العند اصلا كلوديكال ولان العند اصلا كلوديكال لما كان شعر رجله وقع والجلد بقى رفيع والضوافر وقعت والعضلات دمرت وضعفت لان هو اصلا كلوديكال وعنده كرونيك ايه؟ ستيميا وصلاد يعني هو كان الشريان بتاعه كده وادي الكلات وبعدين العين رجع فلما العين جاله فوميتنج ودايريا مثلا زاد البلاد بسكوست فراح حصل هنا اكيوت ثرومبوز فده اكيوت ثرومبوز اون توب اوف اثرو ايه سكلروز وصلت هقولك واحد عنده 60 سنه وكان كلوديكال لما بيمشي 400 متر بيتوقف وبعدين بقاله 48 ساعة اسكيميا 48 ساعة جاله بين جامد يبقى انت رايك العند ايه ورجله بيل وكولد ومفيش بلس رايك ان عند ايه انتوا بس مش مركزين هو العيان عنده 60 سنه هو كده بيمشي وهو اصلا كلوديكال لما بيمشي بيقفش بيجيله كلوديكيشن على 400 متر وبعدين بقى له مين الوجع شادد عليه لما فحصوا رجله لقوا رجله بيل وكول ومفيش بلط يبقى هو دلوقتي من 48 ساعة هو بس دي اكيوت اون توب اوف ايه؟ هو ده الثرومبوزس هو ده الثرومبوزس افرضه جيت قلت لك كده واحد عنده 15 سنة واحد عنده 15 سنة وعنده روماتيك هارت واد عنده 15 سنة وعنده رومانتيك هارت وايه اسمه؟ هنا رد وبعدين طبعا ايه اف ده ولاد يعني ريجلر بالز ايه اف ده يعني ريجلر بالز هو بقى ممكن يقول لك وعنده ايه اف ممكن يقول لك عنده ريجلر بالز هو حر لكن هو عنده 15 سنة ورومانتيك هارت وريجلر بالز وفجأة رجله بقت بتوجعه جدا وساعة وبيل ومفيش بلط ده ايه ده؟ اكيوت امبوليك اسكيميا فاهمين؟ طبعا لو بصيت على رجله هتلاقي رجله فيها شعر والضوافر مش واقعة ولا حاجة لأن رجله دي أصلا هيكس لأن رجله دي أصلا هيكس
مين اكتر اولاد، اكيوت امبوليزم ولا اكيوت ثرومبوز؟ الاكيوت امبوليزم اكتر من الثرومبوز، لان ما فيش ثرومبوز في كولاترا، لكن اكيوت امبوليزم ما فيهاش كولاترا. تعرفين اللي يجيله اكيوت امبوليزم ده حتى لو في كولاترال بيحصل لها بازو ايه؟ مش بس يعني لحظه ما الامبولس بترشح في الشريان يقوم حاصل بازو ايه؟ بازو سباز. فاهمين هذا؟ لا، عشان كده الاكيوت امبوليزم اخطر من الاكيوت امبوليزم. الاكيوت امبوليزم، الاكيوت امبوليزم ده اولاد اخطر من ان انا اربط شريان. يعني لو مسكت الشريان ربطته ارحم من الاكيوت امبوليزم. اشد انواع الاكيوت اسكيميا هي الاكيوت امبوليك اسكيميا. والكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت؟ اه. وادينا اهو بنقول اهو. السؤال الجاي، طيب هو انا لو بصيت على رجل حد تعرف ان هي اسكيميا، ان هي عندها اكيوت اسكيميا؟ لو بصيت على رجل حد تعرف ان هي اكيوت اسكيميا ازاي؟ فيها بيل وبالون وباراليسيس وباراسيزيا وبروجريسيف كولدنس وبالفلس، كل ده خليك كل اكيد ستيفا صح؟ ابص لك اعرف ازاي هي فايبل ليم ولا ثريتن ليم ولا ريفرسبل ليم. يعني اقول لكم مثال، واحد جاي يقول لي اه يا رجلي اه يا رجلي جامد قوي ورجله بيت بيت بثه بثه ورخام وساقعه، بس يبقى دي فايبر. طيب واحد رجليه بثه بيضة وساقعه ومفيش بلط ورجله فيها عروق زرقاء بتتك عليها اللون يروح اللون يبيض تسيبها يرجع اللون تاني، تبقى دي كريتن، لان الدم القليل اللي جوه اصبح دي اكسجين بس منه الاكسجين، فدي مرحله اخطر. بس الدم سايل في العروق، الدم سايل، طالما الدم سايل في العروق وفي الرجل لسه صح. مفيش اماكن لكريتن حاجه؟ لا الرجل دي فايبل ولا ثريتن ولا ريفرسبل. بصوا بقى، كون ان الرجل ساقعه وبتوجع وبيل وما فيهاش بلط، كل الاكيوت اسكيميا كده. ساقعه وبيل وما فيهاش بلط وبتوجع، هو كل الاكيوت اسكيميا كده. فايبل ثريتن ده كله كده. امال ايه الحاجه اللي تخليني اقول الليمب دي ثريتن؟ أول حاجة بدأ يبان بطة زرقاء ريفرسبل، يعني بطة زرقاء دوس عليها اللون يروح،
اشيل صباعي يبدا اللون يرجع ازرق تاني. ادي اول علامه. تاني علامه النيرف افليكشن الانيسيزيا. لما النيرف بيبقى افكتد بتبقى دي اسكيميا ليت اسكيميا لكن مش الريفرسبل، فاهمين؟ يعني الانيسيزيا اللي هم بيقولوا عليها باراسيزيا عشان يظبطوا حرف البي، فاهمين يا رد؟ دي معناها ان الليم ثريتن لكن مش معناها ان الليم دي ايرفيرسبل. لو الرجل اتشلت، لو الرجل اتشلت دي معناها ان الليم ثريتن لكن مش ايرفيرسبل. اول ما بسلك الشريان بيرجع تاني الايه؟ الرجل تتحرك. انتوا عارفين حتى الانستيزيا اللي حصلت دي ثلاث شهور وترجع تاني. يرجع العين يحس برجله والباراليسيس ده يروح. امال ايه علامات ان الرجل دي ايرفيرسبل؟ فيكس الكالر تشينج والعضلات تنشف. العضلات تنشف اب نورمال ماسل ترجيدي. عارفين انا شرحتها لكم الحصه اللي فاتت اللي هي الرايجور ايه؟ مورتس، ان العضلات تنشف ودي اخطر حاجه. الرايجور مورتس دي معناها ان الرجل دي هتتقطع. دي ايرفيرسبل لمبة هتتقطع. بص دلوقتي انا هجيب لك سؤال مش كده، اقول لك كده. واحد عنده اكيوت سكيمي، علامه اللي الليمب دي ايرفيرسبل انها ساعه، انها بيل، ان في باراليسيس، ان في ابنورمال ماسل ترجيدي. ابنورمال ماسل ترجيدي دي معناها ايرفيرسبل. طيب ممكن اقلب السؤال بطريقه ثانيه. One of the following is considered to be severe, considered to be ischemia. لكن مش threatened limb. ان الليمب دي يعني مثلا لا يعني عايز اقول لك واحده فيهم علامه على ان دي اكيد ischemia لكن مش معناها ان الليمب دي threatened او irreversible يعني. ممكن اجيبها لك كده abnormal muscle turgidity. فيكس كلر تشينج، مثلا باراليسيز، انيسيزيا، بالسز. يبقى اكسبت بالسز لان بالسز دي اي كيمياء بالسز. اي كيمياء بالسز لكن لا معنى كده انها تريتن ولا ايرفيرسبل، فاهمين يا رب؟ فالطالب اول حاجه يتعلمها حكايه 6 بيس. تاني حاجه يتعلمها ان يفرق الليمب دي فايبل ولا تريتن ولا ايرفيرسبل. ثريتند دي اولاد باراليسيز وباراسيزيا. باراليسيز وباراسيزيا دي ثريتند. الريفرسبل فيكسد كلر تشينج، فيكسد كلر تشينج وابنورمال ماسل ترجيديتي، فاهمين يا رب؟ مين اكثر الامبوليزم يا اولاد ولا الثرومبوز؟ الامبوليزم ليه؟ فيقولوا على الثرومبوزس، على اكيوت ثرومبوزس انه مودريت اسكيميا. يعني اسكيميا مش جامده قوي نظرا لوجود ايه؟ الكولاترال. واضحه ده؟ الطالب لما يفهم ان الاكيوت امبوليزم اخطر من الاكيوت ثرومبوزس عدل اكتر. الناس على قد اللي جاي يخشوا جوه عشان ايه؟
الدنيا هنا هنا مجال، وبعد كده بقى دي
بيسموها سادف، تاخدوا بالكم من العيال ده يجيله بارابليجيا لان الرجلتين اتسد البلاس بلاي بتاعهم، فالعيال يجيله ايه؟ بارابليجيا. السؤال الجاي، طب هو لما امبلس بتسد الشريان كده كنا زمان لما نيجي نفتح ونشيل الامبلس دي، افتح الشريان واشيل الامبلس دي، الرجل ما تسلمش هقطعها. ليه بقى؟ مش القلب هنا؟ الدورة الدموية من أول هنا شغالة، لكن الدورة الدموية هنا وقفت، فيقوم يحصل بروباجيتد إيه؟ ترومبوز. فلما كنا نيجي نفتح شريان ونشيل إمبولاس، الرجل ما تسلكش وبرضه هنقطعها، كان يحصل بروباجيتد ترومبوز جدا، وبروباجيت الترومبوز لغايه اول برانش. هنا لا، عند اول برانش بيرجع سيركيليشن تاني. احنا لما كنا نفتح ونشيل الانبولس ما كانتش رجلي تسلم، وبرده كنا نقطعها، فاهمين يا رب؟ لغايه ما جه فوجرتي الله يستره وعمل حركه سباك ظريفه جدا. قال لك انت تفتح الشريان في حته سالفه زي الفل وتدخل قسطره دي سلكه، يقوم السلكه تعدي تخرم كل الامبلس والثرومبوزس، وبعدين تنفخ البالونه وبعدين تسلم. بفضل فوجرتي سلك الشريان كله، فاهمين يا رب؟ عشان كده بتوع الفاسكولار يقولوا ان الفاسكولار سيرجري عدى بمرحلتين، فاسكولار سيرجري ما قبل فوجرتي، وفاسكولار سيرجري ما بعد ايه؟ رغم ان الفكره بسيطه تبدو بسيطه قوي، بس هو عمل علم يعني. كان قبل كده امبولاس دي اسلاكيت سكين الرجل بتتقطع، دلوقتي لا بنعرف نسلكها. طب هو فوجرتي عارف الحكايه دي منين؟ من فهمه للباثولوجي، من فهمه للباثولوجي اللي لما امبولاس بتحصل بيحصل ديستال ثرومبوزس وبروكسيمال ثرومبوزس لغايه اول ايه؟ برانش. فهو فهم ان المشكله مش الامبولاس، المشكله ان وراها بروباجيتد ايه؟ ثرومبوزس. واضحه لا؟ السؤال الجاي، طيب الانسجه دي بتتنفس ازاي؟ يعني الخليه اللي هنا دي بتتنفس ازاي؟ انا روبوت، هو الخلية بيبقى فيها سكر وأكسجين، وبعدين تاخد السكر تولع فيه بالأكسجين، يوم ينتج إيه؟ طاقة بيسموها إيه؟ إيه تي بي. في حتة كده اسمها ميتوكوندريا، الكريب سايكل بقى وحاجات من. وبعدين افرضوا إن الدم اتقطع، يبقى مفيش أكسجين ولا في سكر، ولا في سكر، بس الخلايا بيبقى فيها حبه سكر، يعني الخلايا بتبقى مخزنه من جوه حبه سكر، بس ما بتعرفش تخزن اكسجين. الخلايا اللي بتخزن اكسجين هي الار بي سي، لكن دي ما بتعرفش تخزن اكسجين، ففي سكر وما فيش اكسجين، فبتعمل ايه؟ تولع فيه وتتنفس انيروبيك وتطلع ايه؟ لاكتيك اسيد. فتراكم هنا لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيد، لاكتيك اسيد، والبي اتش يبقى ايه؟ اسيدك. ما هو لاكتيك اسيد هيخلي البي اتش ايه؟ اسيدك. فاهمين فكره الميتابولايتس؟ يقوم يحصل بازو دايلاتيشن. الميتابولايتس ده يا ولاد سبحان الله، ربنا خلق الميتابولايتس دي، اول ما يحصل اسيدوزيس كده يقوم يحصل بازو ايه؟ وكان الانسجه بتصور، بتقول دم دم يا جدعان، وتعمل بازو ايه؟ بس مش هيوصلها دم طبعا. ليه؟ عشان المحبس مقفول من فوق. يعني انتوا عارفين لما حد يبقى عطشان، حد عطشان ففتح فوقه، بس الميه قطع، مفيش، ما بتندعش، فاهمين يا رب؟ شويه والسكر يخلص، فالخلايا تقعد تلطم، لا سكر ولا اكسجين، قوم الخليه تموت ايه؟
تموت. عارفين اول ما الخلايا تموت كده ولاد الخلايا دي ربنا خلق فيها حاجه اسمها لايزوزوم. ايه ربنا خلق في الخلايا لايزوزوم؟ طب لايزوزوم ده في ايه؟ لايزوزوم اختارهم اكتر واحد مشهور H2O2 اسمه ايه ده؟ هيدروجين بيروكسيد. طب ليه ربنا خلقه؟ ده ماده كاويه عشان البكتيريا تموت، عشان لو دخلت بكتيريا جوه الخليه تقوم اللايزوم تاخدها وتحط عليها H2O2 تقوم الخليه تقوم البكتيريا وتموت. تمام؟ اخص الخليه ماتت وفرقعت يوم ال H2O2 ايه؟ يطلع. طب تعالوا نشوف اللي هيحصل بقى. واحد سبتم تسكيمت لغايه ما جاله اسيدوزيس وبقى فيه فازو ايه؟ وبعد ما بقى فيه فازو دايلاتيشن كده رحت داخل مسلفه. فراح داخل الدم داش على دايلاتيف فيسل. يلا يا ولاد انتوا عارفين بقى لما الفيسل يبقى دايلاتيف الخروم اللي بين الابيثيليوم بيحصل لها ايه؟ بتوسع. تقوم والدم بقى دخل جاش على دايلاتيف فيسل. يوم الدايلاتيف فيسل ترشح. دايلاتيف فيسل ترشح. يوم العضلات تورم. عضلات تورم العضلات حواليها دي فاشيه. يعني بص على يعني ناخد الليج مثلا، هو الليج فيه كام عظمه؟ اثنين اللي هم ايه؟ تيبيا وفيبلا. وبعدين في هنا عضلات انتيرو كومبارتمنت وبوستيرو كومبارتمنت ولاترال كومبارتمنت وبعدين دي فاشيا. وبعدين سكين وصفتين استش. وده ايه؟ سكين وده ايه؟ صفتين استش وده ايه؟ وده مصر. وبعدين ده شريان هنا وشريان هنا. وبعدين العضلة دي ورمي. والعضلة دي ورمي. ومش لاقيين حيز يورموا فيه. يوم يضغطوا على ايه؟ يوم الشريان يقتل كده. يقوم الرجل هتتقطع. ساعة تسلكت الشريان. بس العضلات ورمت. وما لقيتش حيز تورم فيه. فكانت النتيجة انها ضغطت على ايه؟ على الشريان. وعملت حاجة اسمها كومبارتمنتال ايه؟ وهنقطع الرجل برضه. طبعا مش عايز حد ايه يقعد يفكر يحل المشكله ازاي. انا ما طلبتش منك يعني دي انا ما طلبتهاش منك لسه. احنا لسه هنحل. لكن انا طلبت منك انك تفهم المشكله. يعني انا في حاجه اسمها باثولوجي مش تريتمنت. تعمل فكره كومبارتمنتال سندروم ان الرجل دي سكيميك بقى لها فتره. ولان الرجل دي سكيميك بقى لها فتره ففي لاكتيك اسيد وميتابولايتس عامله بازو ايه؟ دايلاتيشن. فلو انت سلكت الرجل في المرحله دي راح داخل الدم جش فراحت العضلات ايه؟ ورمي. بس دي فشه محزماها. يقوم تبقى عامله زي الكاوتش العربيه الضغط جوه يزيد 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 يقوم ضاغط على ايه؟ على الشريان قفل. لو انا اهملت الرجل دي هتقطع لان الشريان اتقفل. دي حاجه يقولوا عليها اكيوت كومبارتمنتال سندروم. طب بص على واحد منهم في جاله اكيد سكيمو. بعدين ما رضاش يروح للدكتور على امل ان هو هيخف لوحده. بعدين الخلايا ماتت. فطلعت ايه؟ H2O2 وسايتوكاينز وانترلوكينز ومايوجلوبلين. انت عارف العضلات لما تموت بتطلع حاجه اسمها مايوجلوبلين. في البلدي طلعت سميات، طلعت ايه؟ وبعدين لما لقى رجله كده ما بتتحسنش راح للدكتور. فالدكتور منوفي هو كمان. فقال ايه دي الرجل ماتت طب ما نسلكها يفضل تصحى. في حد ولا بيموت وبعدين يصحى؟ لا. دي حاجة معروفة يعني. فاهمني؟ بس هو قال استخسار. اهو ناخد الفلوس ونسلك له ايه؟ الشريان. تخيلوا بقى لو سلكوا الشريان بعد ما الرجل ماتت. تخيلوا بقى الدم داخل واخد السم
وطالع بيه على الجسم بقى. يقوم الH2O2 يروح القلب، يقوم القلب يقف يتكمل. انا عارف انا بكلمك كده كممرضه بس انا عارف ان انا ممكن اعلي المستوى شويه. انت تسمع عن حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب؟ في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب هنا، بتعمل ايه؟ بتطلع ايه بره؟ صوديوم. ويخش بداله ايه؟ ايه؟ ده صوديوم متجوز الميه. يعني تلاقوا الصوديوم والميه ماشيين مع بعض انجاجين كده في اي حته. تقول له صوديوم، يرد يقول لك نعم، وجنبه مين؟ الميه. فالصوديوم بيبقى معاه ميه. فالصوديوم لو دخل بيشد معاه ايه؟ ميه. تقوم الخلايا تورم. تتملي ميه تورم. حاجه كده في الباثولوجي خدتها زمان اسمها؟ سولت ووتر ريتن. هيدروبيك. شوف انا في طلبه حافظه ديجنريشن. ده هيدروبيك. مع ان هيدرو ميه. هيدروبيك ديجنريشن على الخلايا مالها ميه. وفي طلبه مش حافظه ديجنريشن اصلا. وفي طلبة مش عارفة صوديوم بوتاسيوم بامب، وكله معاه كارنيه وبيتجوز وبيتكلف. يعني لازم التنوع صفة الحياة، فاهمين هذا ولا لا؟ لكن هو الخلية ولاد حقيقة علمية فيها حاجة اسمها اي تي بي ايز، بيحول الاي تي بي الاي دي بي ويطلع انرجي ويشغل بامب كده اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب عشان الخلايا ما تورمش. ففي الاتش 2O2 بيبوظ البامب دي، يقوم الخلايا تورم، يقوم القلب يورا. ده شوية حب في القلب بيبهدلوا البني آدم، فما بالك لو القلب ورم يقف. تعرفين الرئة تورم وترشح ويحصل حاجة اسمها بالمونري إديما، والكلاوي تورم وتقف، والعين يموت، ويجيله حاجة اسمها مالتي أورجان إيه المايوجلوبلين بالذات بتبوظ الكلاوي. يعني ماي جلوبلين دي لو نزلت في الكلاوي بتسد المواسير. الماي جلوبلين ده ولاد زي الصدى كده، فاهم يا اسطى؟ الماي جلوبلين ده زي ايه؟ زي الصدى. لو نزلت في المواسير بتاعت الكلاوي بيسد المواسير ويبوظ الكلاوي، ويبوظ ايه؟ الكلاوي. حاجه بيسموها بالانجليزي كراش سندروم. اهو كراش سندروم ده يعني ايه؟ يعني صدى في المواسير. الصدى اللي هو مين؟ ماي جلوبلين. فاهمين ان الكلاوي فيها مواسير ولا لا؟ اللي هو التيبيوت. فلما بينزل فيها الماي جلوبلين ده ولاد بيسدها. دي حاجه اسمها كراس سندروم. مشكله يا اولاد، يعني الرجل الاسكيميك دي لازم الدكتور يبقى اورينتد، يبقى له مرحله. شوف يا رد الدكتور لما يبقى شاطر يقول لك لو الاسكيميا في اول 3 ساعات سدت الليمف، لو الاسكيميا عدى عليها اكتر من 3 ساعات سلك الليمف واقطع الديب فشه. شوف الديب فشه اقطعها ليه؟ عشان العضلات تبص لبره، يوم ما تضغطش على الشريان. انا عارف ان هيحصل كومبارتمنتال سندروم. انا عارف من قبل ما يحصل ليه؟ دكتور ومذاكر. فانا عارف ايه اللي هيحصل قبل ما يحصل. مش عشان انا مكشوف عني الحجاب. الريتروسبكتيف ستادز، فاهمين ولا لا؟ فانا عارف ان بعد 3 ساعات لو سلكت الشريان الرجل هتورم وهيحصل حاجه اسمها كومبارتمنتال ايه؟ سندرومي. انا هشق الديك فاشيه، يوم العضلات تبص بره. فاهمين يا ولاد؟ طب لو الرجل ماتت اياك تسلكها، اقطعها على طول. لو سلكت الرجل مش هتنقذ الرجل، لا هتموت العريض. فالرجل الجانجرس اقطعها على طول. كل ده يا ولاد الدكتور بيفهمه من فهمه للباثولوجي. فاهمين يا ولاد؟ الباثولوجي ده جميل، يخليك دكتور فعلا. هديك تفهم يعني ايه كومبارتمنتال سندروم، وتفهم بروباجيتد ثرومبوزز، وتفهم ايه فكره فوجرتي. دي فوجرتي ده راجل عظيم، فاهمين على ده لا؟ طيب لو حد جاله اكيوت سكيميا وبعدين سلكناه، يعني حد جاله اكيوت سكيميا كده امبولس وبعدين دخلنا قسطره وسلكناها، من العين ايه يحصلوا ايه؟ يخف ولا ايه؟ مش ده سؤال، السؤال لسه جاي. يعني لو حد جاله اكيوت امبوليك سكين لو سلكناه يخف؟ طبعا انتوا عارفين احنا بنفتح الشريان عشان نسلكه، صح؟ عشان ادخل قسطره. فساعات يفتحوا الشريان ويخيطوه، يقوم الشريان يديه. يعني بدل ما الشريان يبقى كده، الشريان يبقى كده.
فيجيله كرونيك سكيميا. ده خلى الدكاترة تقول لك يعني السيكونس بتاع السكيميا ده ممكن يخف وممكن يجيله كرونيك سكيميا. في دكاترة تقول لك ما تخيطش الشريان كده، لما تفتح شريان وتيجي تخيطه هات حتة صف نصبين، حتة صغيرة كده وافتحها، فالحاجة السلندر كده بتبقى عاملة زي طبق البوست. يعني السلندر لو فتحته يبقى مستطيل، حطه هنا كده وقيفه على قد الفتحة وخيطه، فتحط رقعة يوم الشريان ما يدهش. يا لهوي يا دكتور، وبنحط وبنقفل الشريان بحيث الطريق بحيث الطريق والحته دي ما بتقدر ما بتبقاش منطقه ضعف تبص كده، لما ما بتبقاش منطقه ضعف ولا بتبص. ما هو بتوع البطنة الدكتور الهواري عمل كابلج بصف نصبين ما حدش فتح بقه، وحط صف نصبين على الكورونري اللي ما حد قال له ده ولا مصر ولا اي حاجه. والطلبة قالت له حط يا باشا الطلبة على بركة الله. أنا بقى حطيت مدفون، ما لقيش الطلبة اتشعننت، وكل واحد بقى قام يقول له حبوظه وحكى. والشريان يا أولاد ما يدهش نظرا لتخمينه الإيه؟ تخمينه الإيه؟ للباثولوجي، نظرا لتخمينه الباثولوجي، فاهمين ولا لأ؟ مثلا أنتوا عارفين ساعات إيه شريان سد خالص كده والعين يتساب يوم يجيله ايه؟ تفا خالص يوم يجيله جنجرين. ويت ولا دراي؟ ويت. طبعا ويت لان الرجل ماتت في 6 ساعات ما تلحقش ما تتبخر. ده انت لو غسلت هدومك ونشرتها على الحد ما تلحقش في 6 ساعات مش بتكلم عن كده. من على فلو الرجل اتسدت وماتت بسرعه كده لا ما تلحقش تنط بقى، فطبعا هيبقى ويت ايه؟ جنجرين. فاهمين ولا يعني لو الرجل اتسابت كده هتعمل ويت جنجرين. طب بصوا هو في كولاترالية كده، الرجل مش هتموت بس العضلات هتتحول لفايبراستيشو. اشمعنى؟ بس هو الفايبراستيشو ده اقل نسيج يحتاج دم. يعني مثلا لو انت جبت عضله وقطعتها تجيب بايه؟ تجيب ريزون 4، لان الحته اللي اتقطعت دي بقت اسكيميك، ولانها اصبحت اسكيميك هتجيب بايه؟ فايبروزك. فاهمين ولا لا؟ عشان كده العضله لما اتقطعت عملت هيلينج فايبروزيس. هو لو حاجة بقت ستيبل بشوية بشوية بتضمر، شوية بشوية ايه؟ بتضمر، تضمر وتتحول إلى فايبرس ايه؟ يلا لا تعالى بص على دراعك كده، ارفع لي ايدك، فكر معايا، العضلات بيحصلها فايبروزيس، قول لي صوابعك هيحصلها ايه؟ فليكشن، فليكشن. حسيتني كده صح؟ طب ما الاكستنسور بيحصلها فايبروزيس. ايوه بس صوابع بتتني كده، عمرك شفت حد صوابع بتتني؟ ما برضه لو كانت عينيها التانية تبقى ساقط. وبعدين لما شافوا الصوابع بقى حصلها فايبروزس كده، طب فايبروزس كده سموها فولكمان اسكيميك كونتراكشن، سموها فولكمان اسكيميك ايه؟ كونتراكشن. ممكن يحصل نتيجة ان الشريان اتسد بس كان بيقول لك رلاية كده، او كومبارتمنتال سندروم ما قتلش الشريان قوي. كومبارتمنتال سندروم ما قتلش الشريان قوي، يقوم العضلات تهيل بايه؟ فايبروزس، وتعمل حاجه اسمها فولكمان اسكيميك كونتراكشن. كتير قوي من الطلبه اولاد اول حاجه يروح وهو بيذاكر ويقول لك مش الشريان مسدود؟ ما حصلش جرجرين ليه؟ ما الصخر اللي قبليه كان فيه جرجرين. وبعدين ايه هو مكتوب ان في بارشال اوبستراكشن او كولاترال، فهو ما بياخدش باله من الحاجات دي، هو بياخد باله من العناوين بس جنب بعض. وبعدين ايه في طالب يفهم ان في بارشال اوبستراكشن يقول لك طب ما كل العضلات بيحصلها فايبروزس، التالت اللي قدام ليه؟ والاكستنسور ليه ما التالتش لورا؟
انت صباحك غلط. بعد حط النقطتين دول جنب بعض مفيش طالب ما يقدرش يوقع، مش هيعرف حتى لو حاول، يعني حتى لو حاول مش هيعرف. فاضل بقى ان احنا نحفظ كلمه بوركمان سكيمين كونتراكشن. فاهمين اراد الكومبارتمنتال سيندروم والبوركمان سكيمين كونتراكشن والكومبليت ريكفري والتنكيل. يلا دكتور هسألك سؤال جامد، كلميني عن الريبر فيوجن انجن. دكتورة كلميني عن الريبر فيوجن انجن. دكتورة ما بحبش اتكلم كلام. كلميني يا دكتورة عن الريبر، انت دلوقتي دكتورة وانا دكتور وبنتكلم مع بعض كده كلام علمي، كلميني عن الريبر فيوجن انجن. تعرف يا دكتورة انت هتقولي ايه؟ هتقولي ليمب سكيمت، ليمب سكيمت وعمل لها ريبر فيوجن. يلا يا طيب برافو عليك يا اسد، بعد ما عملوا لها ريبر فيوجن الموقف هيتوقف على ان الرجل دي سكيمت قوي ولا ميتة. لو سكيمت قوي هتعمل كومبارتمنتال سندروم، لو ماتت هتعمل مالتي اورجان اللي هو كراس سندروم. وكان الكومبارتمنتال سندروم هو اللوكال افكت بتاع الريبر فيوجن انجن، والكراس سندروم هو السيستميك افكت بتاع ريبر فيوجن انجن، وهما الاثنين مع بعض بيسموهم ايه؟ ريبر فيوجن ايه؟ فاهمين يا اولاد؟ ري بيرفيوجن. واضحه يا اولاد ولا؟ هو الكلام صعب ولا بتاع؟ جميل قوي صح؟ مش عارف يعني ايه، حاسس انتم مش مبسوطين يعني. جميل يلا ولا مش جميل؟ جميل يعني. طيب الديفرنشال دايجنوستيك ماجنتيك سكيم يا ولاد، يعني الديفرنشال دايجنوستيك بليك بين، يعني اي حاجه توجع الرجل هي دي الديفرنشال دايجنوستيك. طيب ازاي نعمل انفستيجيشن لحد يا ولاد عنده فيس دوبلر دوبلكس انجيوجرافي؟ مين احلى دوبلر ولا دوبلكس؟ دوبلكس احلى ليه؟ بتشوفوا صوره زي المذيع يعني بتشوفوا الصوره. يلا لا ده انا جبت البروب كده وحطيته على شريان، هسمع صوته اللي هو ايه؟ ده الشباب اللي قبله ده دي العلاج ما فات هنا ده لاب داب ليه؟ ظهر طبعا. هقول حاجه وبعدين نشوف كده الدكتور الهواري مقصر في وقت ايه. در لاب ترى انا بيروح انا ساكن بحق سوا مش محسوب بس ما بنسمعوش سماعه ما تضغطش ان ساكن بحق سوا محسوب كان بيسمع صوتكم بوند بس لاب طب من رب. وبعدين الدوبلر بقى حساس اتعملت فظيع فيسمعنا الثلاثة كومبوننت، يعني سمعنا سكند هارت ساوند مقسوم. هنسمع در لاب يعني الدكتور الهوالي يقول لاب طب، وأنا أقول إيه؟ در لاب، فاهمين يا راجل؟ لكن الطالب يقول شش. طيب، افرضوا حد عنده أكيوت ستيم. يسمع إيه بقى؟ واحد بيقول لي على حسب المكان وعلى حسب دي على طول هيقول لك طب لو في الاورطه هتسمع ايه؟ لو في التمر هتسمع ايه؟ تحت الامبولاتر تمام اخرج هسمع ايه؟ ولا اشمعنى؟ فيوجن اصلا ديد سايلنت. ولو عملت دوبلكس هيصور لي الشريان بالامبولس. فاهمين يا رب؟ ممكن نعمل انجيوجرام بس ما تبقاش الليمب ستريتن. هو الانجيوجرام ده يعني انا هنسبلك الشريان وبعدين اصوره اكس راي وبعدين الافلام بتتحمض وبعدين الافلام اللي اتحمضت دي تروح لدكتور الاوعيه يقعد يبص عليها فعلى بال ما العين يروح قسم الاشعه ويحقنوا له سبغه ويصوروه ويحمضوا الافلام ويرجعوا العيان بيبقى الرجل حمضت اصلا. فاهمين يا راجل؟
يعني يقول لك الجيوغرافي ده مينيمم محتاج ساعه، فلو الليمب ستريتند ما تعملوش انجيوغرافي. جوه هيد على طول افتح العيان، اعمل الانجيوغرافي جوه العمليات، يعني سلك الليمب، سلك الليمب، سلك الشريان، وانسان انت بقى جوه العمليات تتفرج على الشريان بعد ما سلك، يعني اتمتع بعد ما تسلك الشريان، ما تتمتعش قبلها والا هنقطع ايه؟ الرجل. فاهمين يا راجل؟ فانا ممكن اعمل دوبلر، ممكن اعمل دوبلكس، لكن ارتريوجرافي لو الليمب ستريتند لا. لو الليمب ستريتند ليمب ما تمدش ايدك عليها وتعملها ارتريوجرافي. فاهمين يا راجل لا؟ طبعا بعد ما تسلك الرجل بقى خلاص والرجل بقت زي الفل، اعمل ايكو على القلب. واعمل اي سي جي. اشمعنى؟ هو ايه اكتر مصدر للامبولاي؟ القلب. وايه اكتر مرض في القلب يعمل امبولايزيشن؟ ايه؟ عشان كده بعد ما تسلك الشريان بقى خلاص بص على القلب. في طلبه لاد ايه اتاكد برضه انه يكون موجود، هو العيان اللي عنده اكيوت امبوليك سكيميا ده اللي هو ميم، مين الخطر الاكبر دلوقتي؟ الكرونيك اي اف ولا الاكيوت سكيميا اللي فريد؟ اكيوت سكيميا. اكيوت سكيميا دلوقتي عشان انا مفيش رجل. في واحد بيقول لي الاكيوت سكيميا، بعدين سمعني ما ردتش لاني مستني بقى اشوف بقيت لما يجي الاكيوت سكيميا. الراجل قال لي اكيوت اكيوت افهم اكيوت. ده حسني عنده كرونيك اي اف. الناس كلها بتموت. ايه ده هو؟ رغم ان عنده كرونيك اي اف. يعني اكيد مش مطلوب. او على الاقل يعني اشاره واضحه ربانيه ان في الحاله دي الليمب مور سيريس عن ايه؟ عن القلب. فاهمين هذا ولا لا؟ عشان كده ساعتها بسلك الرجل وبعدين انفستيجيت الهارت، يعني بعد ما بسلك الرجل انفستيجيت الهارت براحتك. واضحه هذا ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف. انا عايز اعالج واحد عنده اكيوت امبوليك. أول حاجة دخل عن المستشفى في العنبر مش في الآي سي، وبعدين بصوا أديله مورفين وهيبارين وأنتبيوتيك. إيه في ريزون فور؟ إيه مورفين؟ يعني ما ينفعش العين يقول لك آي آي رجلي يا دكتور، تقول له بص موت يا كلب موت بالوجع أو دوسوا عليه. يعني دي مفهوم مورفين برضه لان هو طب يلا يا مورفين انت بقى يلا تمام. تقول لي انتي بقى عشان امنع الغرغرين. لا 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 كارديولوجي مهزوز شويه. مهزوز كتير. ده عارف هيجي له صفقه من بكتيريا اندوكاردايتس. عشان ما كلش اقول لك روماتيك خالص. لو عملت له اي عمليه ان شاء الله تطلع له ضرر. يدي له مضاد حيوي والا يجي له صفقه كيوب بكتيريا اندوكاردايتس وتش از فيتال. بس انتوا حافظين على خلع السنان. يعني لو خلع السنان يدي له مضاد حيوي. عمل اي حاجه ثانيه غيرها هو ما خلعش لو غير العمليه مش هنكتشف. انا هقدر لا. احنا بنديله مضاد حيوي ولا يديله صبع في بكتيريا عنده كارتر؟ حتى لو صبع في بكتيريا عنده كارتر كده لا. امبارح. امبارح. ايه انا عارف كده؟ عم بيموت. 80% مرتبط. يسخن ويترعش ويجيله بكتيريميا ويتسمع عليه مرمر غريب كده. في جن نور. مرمر انقطعت ويجيله بتيكي. الحته دي مهمه اوبتيكي في الامتحان من عرفها. من عرفها مهمه اوبتيكي دي. تفتح صدره كده تلاقي صوته منقط. تقول لك بموت بموت وتسمع عليه مرمر غريب. سيجار سيجار هو ده صب اكيوت بكتيريا الايه؟ اندوكاردايتس. فاهمين يا راجل؟ خطره لازم تدي لعمه مضاد حيوي. السؤال الجاي طب ليه بريد؟ عشان نمت البروباجيشن. بتقول عشان البروباجيت الثرومبوز الصح وعشان ايه اف كمان. مفيش مانع اقدم على بتاع الكارديولوجي.
هو انتوا خدتوا في الكارديولوجي ان في حاجه اسمها اكيوت اي اف وكرونيك اي اف، وان الاكيوت اي اف ده بيعملوا حاجه اسمها تي سي شوك يرجعوه، كرونيك اي اف لا بيبقى فيه بولس رومبس، فلو جيت انت ترجعه بيقوم البولس رومبس تنفجر بقى. هيا يا دي هيا كلويه دار للبولس رومبس، لان انت رجعت القلب في واحد عنده كرونيك ايه اي اف. فتلاقوا بقى الناس بتوع الكارديولوجي يقول لك الاول تديله هيبارين، وبعدين لو جيت تديله كلينيكين هو ايه اف اكيوت ايه اف وكرونيك ايه اف. طب ودي اف انواعه ايه؟ هو مات، عمرك شفت واحد مات؟ في انواع يعني بيف ده روح مات، فاهمين يا ولاد؟ فاللي بيموت ملوش انواع. الاي اف دي انواع لانه ما ماتش. بأمرت مين؟ حصل بأمرت مين؟ حصل. لكن بي اف ملوش انواع، لان بي اف ده يعني ايه؟ بي اف يعني ايه؟ بعدين يقول لك بقى ايه لما حد يجي له ايه اف يدي له كينيدين، لان الكينيدين ده ايه؟ ظابط، بس ظابط ايه؟ ايقاع، يعني كينيدين يطبل القلب يرقص. واستاذ على الطبله كينيدين ده استاذ على الطبله يرقص القلب 10 على 10، بس في مشكله صغيره بيزود الكوندكشن عند الاي بي نود، فممكن يحول الاي اف لايه؟ اللي بيقف. فاقول لك الاول اديله ديشيتاليس تقلل الكوندكشن عند الاي بي نود، وبعدين تديله كينيدين، يعني يقول لك حزم القلب الاول، حزم القلب الاول وبعدين ايه؟ في فرح كده بنعالج بيه الكورونيك. يقول لك اول حاجه تساحه الجلطه، تبل الشربات، تبل الشربات، وبعدين تحزم القلب، وبعدين ايه؟ ترقصه. لو رقصت القلب قبل ما احزمه هسقطك، لان انت ما بتلعبش الطرس من القلب. اول حاجه يبل الشربات، وبعدين نحزم القلب، وبعدين ايه؟ نرقصه. فاحنا برضو ما فيش مانع نساعده بتاع القديم، مش عشان انا بحبه بس كده كده حد يسالني عشان البروباجيت ايه؟ وبرضه عشان الايه؟ يلا يا ولاد اول حاجه نخش المستشفى، يلا قولوا لي بيديله ايه بقى؟ كورتيين وانتيبيوتيك وهيبارين، وبعدين اقوم فاتح الشريان ومدخل قسطره ايه؟ فجر، وانفخ البالونه واشد القسطره سلم، وبعد ما اتسلك الشريان اقفله يا برايمري يا فينوس ايه؟ باتش. طب لو العيان عدى على الاسكيميا بتاعته اكتر من 3 ساعات اعمله كشف تو افويد ابيوز كومبارتمنتال سيندروم، وبعد كده كنترول الفرد. كل كلمة واضحة. العيان هوسبيتالايز، مورفين، هيبارين، انتبيوتيك، ارتريوتومي، فجر في كازيتر، اقفل الشريان، اسكيميا اكتر من 3 ساعات فاشيوتومي تو افويد اكيوت كومبارتمنتال سندروم، بعد كده كنترول الكارديا كونديشن. كلام كله واضح؟ طب لو اكيوت ثرومبوزيس، لو اكيوت ثرومبوزيس I have the time for thrombolysis. دخل قسطرة ونبدا عليها ستريبتوكاينين. يوم الجلطة ايه؟ تدوب. انا ممكن اقعد ادوب فيها كده 12 ساعة. مش مشكلة. I have the time for this. طب انا هدفي ايه؟ ان انا ادوب الجلطة فيرجع العيان عنده كرونيك استينيا تاني. اقوم بعد كده بعمله باي باس. طب ما تعمله باي باس على طول، يعني عيان عنده 60 سنة ودايابيتك وهايبرتنسيف وسكيميك هارت ديزيز و وما يعني برضه خلى عندك دم، انت لو خدته ارجنت من غير ما تظبط له السكر والضغط والحاجة عملت له عملية اكيد المورتاليتي اعلى من انك تظبط السكر وتظبط الضغط وتظبط القلب وتظبطه وندخله الاثنين.
فاحنا دلوقتي نداوب الجلطه احسن، نقوم نحوله من حاله اكيوت لحاله ايه؟ كرونيك. بعدين نعمله بايباس عمل. فاهمين انا عندي فكره الاكيوت ثرومبوزيس؟ فكره الاكيوت ثرومبوزيس وي هاف ذا تايم فور ثرومبولايز. مثلا حاجات كده، مين احلى، ستريبتوكاينيز ولا يوروكاينيز؟ يوروكاينيز ليه؟ ليه انتيجين؟ برافو عليك. طب مين احلى، يوروكاينيز ولا ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين؟ ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين. بس كل طبعا ما بنتحرك كده كل ما بيبقى الحاجه اغلى، يعني مور افكتيف بس اغلى. فاهمين انا ده؟ لا. طب فضو شريان مقطوع. صلح الاول. بصوا يا ولاد، لو حد اتكسر فالعظمه بدل ما كانت عامله كده بقت عامله كده. هيومرس اتكسر، العظمه بقت عامله كده. فالبلص مش محسوس. والايد فيها 6 بيز. انت تعمل ايه بقى؟ رد الكسر. استنى تلت ساعة، عادة البلس بيرجع. ايه؟ يعني كان كومبريزد وفتح. عشان كده اقول لك لو واحد مكسور وعنده سكيميا ما تستعجلش. رد الكسر واستنى تلت ساعة، بيفتح الشريط. العيال اللي خدت عظم طبعا فهماني. وانا ليه بحس ان الراوندات بتعدي عليكم بسرعة كده؟ يعني لو واحد مكسور يا اولاد وبعدين رديت الكسر كده، فقربت الكسر واستنى تلت ساعة بص بيرجع ده. فضو ما رجعش. هشق ايده واكسبلور الارض. بصوا المواقف دي. ممكن تلاقي الشريان عامل كده. ممكن تلاقي الشريان عامل كده. ممكن تلاقي الشريان عامل كده. يقولوا على دي ايه؟ اسفاد. يقولوا على دي ايه؟ بارشال تير. ويقولوا على دي ايه؟ كومبليت تير. بص لك حاجة على الاسفاد من ده. وادهن الشريان بابا فرين. اسمعنوا؟ دي مادة بتعمل ايه؟ الشريان في اسفاد. يبقى البوفرين ده بيعمل ايه؟ بوفرين. ما تعرفش ما بتردش عليا ليه؟ مين يا ولاد ما يعرفش البوفرين؟ مين ماشي في الشارع ما يعرفش؟ طب بتلحق تروح بالتعليم؟ يعني في حاجه اسمها بوفرين بتعمل فازو ايه؟ ده الارتفاع ندهنه بوفرين كده ونحن فيه بوفرين يوم الارتر يوصل. طب بصوا ده، يلا حلوا لي مشكلة القطر اللي معاك. دي ناس باتش وخياطه، تعريف الاي بي يوسف ده معلومات سابقة في حل مشاكل ايه؟ جديدة. مين ولا لا؟ طب تقدر ادي ان الشريان مقطوع كده اعمل ايه؟ خيط، خيطناه، قمنا فوجئنا بالمنظر ده. لما خيطناه كده فوجئنا ان الشريان ده بعد كيلو وعمل كرونيك ايه؟ فبقينا نعمل ايه بقى يا اولاد؟ عملنا حركه ظريفه. يقول لك اقطعه سبانش وبعدين خيار. السؤال الجاي يعني ايه سبانش؟ مين سبانش؟ ماشي بعدين الجيبه دي اسمها ايه؟ صفر. الجيبه دي اسمها ايه؟ افازي. الجيبه دي اسمها ايه؟ سبانيش. الجيبه دي البنت المذيعه اللبنانيه اسمها ايه؟ مرال ولا مرال؟
مايا ولا مايا مايا بيلبسوا ساعات جيبات زي دي ايطاليا اللي يعمل قدام عريانه ومن ورا طويله. تاخدوا بالكم من الموديلات اما اقول حاطع الشريان اسبانيش الطلبه تقول ايه؟ يا حنجاع الشريان وقفوا من هنا كده. خلي بالكم الاسبانيش ده بيوسع الفتحه فانا حاطع الشريان اسبانيش من هنا وقطع الشريان اسبانيش من هنا وبعدين اخيطه يقوم يتخيط كده يوم ما يجيش. شوفوا فايدة ان انت تبقى قابل ملاحظة او استخدمناها. طب في سؤال انا كتبت الامتحان حقطع الشريان اسبانيش بنقولها بالانجليزي بقى بنقطعها في اوبليك لاين بنقطعها في اوبليك ايه لاين وبعدين الخياط. بعد كده كاتب التريتمنت بتاع الكوميونيكيشن يعني لو امبوليس لو امبوليس ما بقى بنديله انتي ارزم انت يا ولد انت بتتكلموا في انواع الجيبات ولا بتتكلموا لو امبوليس بنديله انتي ارزم مين يا ولد؟ لو ترومبوزيس بنعمله باي باس اكسكلوجن او باي باس يعني. طبعا جنجرين بقطع الرجل بولت مانسكيمك كونتراكشن وصلت اصعب حاجه البولت مانسكيمك كونتراكشن طبعا احسن من حاجه نقعد بقى نوديه للبتوع الفيسيرال شورت ويف ولونج ويف واوفر ويف واندر ويف ما بص الاربع حاجتين يزهق لما العام يتضايق قوي بقى بنقعد نعمل له تندون ترانسبلانتيشن. طبعا نتائج جولات مش عايز اقول لكم سيئه جدا يعني بولت مانسكيمك كونتراكشن ده بصراحه كاني دي بتقطع نتائج سيئه جدا يعني واضحه؟ افتراض سندروم هناخده احنا اصلا في الشرطه. دلوقتي انا هعمل ايه يا ولاد؟ هفتح الدفه شويه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليك لا تعرف تتكلم كويس قوي. حتى اناقشك بقى اقول لك طب كلمني عن اكيوت امبوليك سكيميا بس. يوم الطالب يقول له يعني ايه امبوليك؟ اما اقول له في اللغه امبولاس يعني كلمه. لغة امبولس يعني فيلا بلاد. وبعدين على فكرة أحب أوسع مداركك بقى شوية. الامبولس مش معناها دم متجلط. في اير امبوليزم في فات امبوليزم وفي بارازيتك امبوليزم وفي تيومر امبوليزم فاهمني؟ وفي امنيوتك كليود امبوليزم. يوم الطالب يقول إيه؟ وأسأله تاني أقول له يعني إيه امبولس في اللغة؟ فيلا بلاد بلاد يعني كلا برافو عليك بلاد كلا امبولاس فاهمين؟ السؤال الجاي طب هو الامبولاس ده انواع؟ في اير امبوليزم وفي فات امبوليزم وفي امبوليزم وفي فلويد امبوليزم وفي بارازيتك امبوليزم. السؤال الجاي طب هو الامبولاس دي اللي بتعمل سيستميك يعني اسكيميا في الرجل او اسكيميا في الانتستين او اسكيميا في الكيدني او اسكيميا في المخ تبقى جايه منين؟ هو نفس الطلبة دي اللي أنا بشرح لها من الصبح. الإمبولاس دي بتبقى جاية منين؟ من الهرم؟ يا لهوي بقى. ما لسه قايل. طب بتيجي أكتر مرض في الهرم؟ برافو عليك. ما هو ده نفس الكلام مش لازم أشاور عليه هو ده نفس الكلام. الإمبولاس بتيجي منين؟ طب حسب سؤال أي كيو. بتيجي من رايت سايد أوف ذا هارت ولا من ليفت سايد أوف ذا هارت؟ ليفت سايد أوف ذا هارت. نمشي رايت. رايت يا رمضان. رايت يا رمضان رايت سايد يا رجل يعمل بنوع امبوليزم مره تاني سيستمك امبوليزيشن يعني رايت ما حدش بقى ايه تقول لي ممكن يبقى فيه اس دي او ايه اس دي او ارزمنت دي حاجه تخصك حاجه رير جدا مكتوبه بس رير
الطب انسيدنت طالب لازم يدفع من الناحيه الشمال تعمل سيستميك امبولايزيشن والناحيه اليمين تعمل برمان بريز بعدين لا تعمل اي حاجه بعد كده يفهم بقى بي سي دي واي سي دي واي سي فينجر والهبل ده مني. لكن الطالب يدفع من لو حد جاله سيستميك امبولايزيشن في مشكله في الليفت سايد اوف ذا هارت وغالبا المشكله دي هتبقى ايه؟ بس على فكره اتس نوت ا رول يعني مثلا ممكن حتى ولاد يجيله أثيروسكلروز يقوم الأثيروما تتكسر وتمشي في تيار الدم يقوم الأثيروما ترشق وبتعمل ديستال سيبي بس يعني ممكن يبقى ارتيريو ارتيريال امبولايزيشن يعني مش شرط الامبولاس تيجي من القلب هو ده وات از كومن لكن ممكن يحصل ارتيريو ارتيريال امبولايزيشن مثلا شريان في انيوريزم عارفين يعني ايه انيوريزم ولا لا؟ يعني اتساع عارفين العيال اللي عنده انيوريزم ده بيجي له حاجه اسمها لامينيتد ثرومبوزس ممكن تعمل ديستال امبولايزيشن من الرد ممكن تعمل ديستال امبولايزيشن عادي يعني الشريان ممكن يبعت امبولات يقولوا عليها ارتيريو ارتيريال امبولايزيشن وبعدين بقى ايه سيربرايز 10% من عنيان الاكيوت امبوليزم ما بيلاقيش سورس يعني عيني ولاد يجيبوا اكيوت امبوليزيشن في رجله تدور في قلبه ما تلاقيش تدور في الشرايين مش لاقي سورس يقولوا عليها ايدي بصر تفتكروا سببها ايه؟ ما نعرفش هم ما عرفوش انا هعرف يا ابني بتكلم مين؟ مش واحد لا واحد رفع ايه؟ قال دكتور هو ايه سبب الانتباس الجمبوليف؟ ببدا بقى اشرح له فكره ان اوباما في البيت الابيض مش عارف السبب، فانا هنا الجراش الاكستريمي ده اكيد مش عارف اكيد مش عارف السبب ده الناس اللي في البيت الابيض مش عارف اعرف انا وهي اسمها انتباس بس هو الطالب يقول لك لا لازم اعرفها لا في 10% كده ولا وانت ممكن تبقى سربرايز ممكن تبقى سربرايز وتقعد سربرايز شويه كده وتخلص وبعدين تكتب لي عليها البي سي كيوهات ان في 10% من الاكيوت امبوليز ما اجي باصر تكتب لي عليها البي سي كيوهات ايه؟ بيقول لي ليش ما حاططها في السما دي؟ يعني خليها 10% بيقول لي ولا تفرق معايا ولا اي حاجه سمر يا ابني مثلا هنفتح الباثولوجي شويه اقول لك كده انت عارف العيان اللي عنده اكيوت امبوليك ايسكيميا الشريان لما الامبولاس بتقف دايما بعد ما الشريان يتفرع دي في ريزون 4 الشريان لما بيتفرع بيصغر والامبولاس ماشيه في الدم بتدور على شريان اصغر منها ترشق فيه طب انت واخد بالك ان ديستال هيحصل بروباجيتد ثرومبوزس وبروكسيمال هيحصل ثرومبوزس لغايه اول برانش شكرا طب انت واخد بالك ان الدوره الدمويه بتبقى عباره عن شريان وبعدين كابيلاريز وبعدين فين وان البروباجيتد ثرومبوز ده هتقفل الشريان لو اهملت اللم تقفل الكابيلاريز وبعدين تهمل الدين وتعمل دي في دي بس لو وصلنا لكده بتبقى الليمبا خلاص بس لكن هي دوره دمويه اصل الدوره الدمويه ده اولاد قلب
بيدي الشرايين بعدين كابيلاريز بعدين ترجع في الفين من الرأس. عشان كده كل طلبة فاهمة الدورة الدموية لأنها دورة مقفولة يعني. عكس دورة الليم كتير أول ما الطالب بيعرفش دورة الليم دورة الليم دورة مفتوحة فالطالب ما بيفهمش فاهمة أول ما بي فبني لكن الدورة دورة إنها مقفولة بتبقى واضحة أول زيتها. فأنا عايزك تفهم إن لو الشريان اتسد هيحصل بروباجيتس ثرومبوزيس ياخد الكابيلاريز بعدين الفين بس حاطط على الرجل بقى لما نوصل لها من على ده لا. طب هو الطالب فاهم حكاية الكومبارتمنتال سندروم وريجر فيوجن انجري وكراس سندروم؟ طيب هو انو شريان اللي بيتسد اللي فيه تمبوليزم؟ اي شريان؟ السؤال الجاي الكومنس سوبرفيشال تومر هو مين مين سوبرفيشال ده؟ سواء التومر الارتري ده الانجوانا ليجامنت وانا ليجامنت ده الخط الفاصل بين ايه؟ الدومينو جرون من الخط والفك. احنا لو بنقف في المراية وحط ايدي على التلافي وانا وبينه فوق ايدي نك تحت ايدي شيست فوق ايدي نك تحت ايدي شيست وبعدين تشيل ايدك تتفارنج وانا ليجامنت وتغني تقول ايه؟ فوق ايدي بطن تحت ايدي فك فوق ايدي بطن ده تعبير جسم الانسان يعني مش عارفه نسمعه ده اكشلي الطالب بيقول كده اه بيقول لي مش لاقي مش لاقي اكسلة بعمل سلايد اناتومي للعيال بتوع عين شمس بلم معايا العيال بتوع الكمبيوتر دكاتره زمان عشان خاطر اطلع السلايد ونطلع الصور ونلاقي احلى صوره نحطها على السلايد مش الشرط وبعدين ايه فعمل سيرس سكيور للاكزيلا فلقيت واحد فيهم بيقول لي مش لاقي الاكزيلا مش لاقيها وبعدين لقيته بيدور في الهيدن ديك فبقول لهم طب ما هي الاكزيلا مش في الهيدن ديك خلي الاكسنه مش في النت بس هو افتح بس القفر بين بحتي الله يا تخالو انا مش عارف اتصل بعد ما اتخرج من غير ما يعرف على الاكسنه في النت اتخرج عايز والله ما بكتب كله في مرة حاول يتجوز يا مشكلة عشان مصر. تعرفين على قد الأرض اللي هو كل اسمه إيليا. هو يعني إيليا؟ حوض. إيليا من ده الحوض. عارفين انتستل؟ في إيليا. هي آخر حتة في الأسبوع انتستل عشان في الحوض. مين؟ عارفين العظمة بتاعت الحوض؟ اسمها إيليا. الحوض. كل ده لفت نظرته ولا البروفيسور اسمه ايليا بس ايليا مع الحوض بالانجليزي بيفهم بالانجليزي كويس تعرفين اول ما ايليا اتقرص ازاي عدي الانجوانا يا جماعه يبقى اسمه فيمورال لانه دخل فين؟ فخ فيمار فيمورال هنا حد فاصل طب الفمر ده بعد شويه بيدي شريان اسمه بروفاندر زمان بروفاندر ده ولاد يعني كلمه بروفاندر يعني ايه؟ الاكسود بيشيتورم بروفاندس يعني العضله اللي بتدي الصوابع الغليظ كلمه بروفاندر يعني دي فاهمين؟ اشمعنى ولاد؟ الفخذ ده مليان لحم الفخذ ده عفريت لحم جامد فالتومر الارتري ما عرفش يجيبه من جوه فالتومر الارتري ده لازم ينزل الليج هيغطس يروح فين فبيبعت شريان يغطس جوه عشان يدي الفرق اسمه بروفاندا يسموا التومر الارتري قبل البروفاندا كومن تومر ويسموا التومر الارتري بعد البروفاندا سوبرفيشال تومر ويسموا البروفاندا ديب تومر تمام مين المسميات؟ شكلت الطالب يقعد يقرا
يقول لك الجلطة دايما بتقف في مكان bifurcation. بعدين يفكر كده يقول لك upper artery bifurcation of the common femoral artery into superficial femoral and deep femoral. يقول لك كله femoral مش ولا كلمة مش عارف. بعدين يجي له سؤال ام سي كيو يقول له الكومن ارتري اللي بتقف في الامبولانس ايه؟ يقول لك والله هو كان في حاجات كتيره وفي بعض. اكتر شريان بيجي في امبولانس يا اولاد سوبرفيشال فيمر. طب يمشي الكومن فيمر عشان السايتو بايفركيشن، هو اصلا بيبقى سايتو بايفركيشن عشان لما ادى البروفاندا صغر، فلما ادى البروفاندا صغر راحت الجلطه رشه فبترشح في السوبرفيشال ايه؟ اكتبوا لنا عليها كده يا اولاد ام سي كيو الله يكرمكم. سوبرفيشال الثمرة دي مسكوها واضحة لدى ولا لا؟ طبعا كلينيكال بيكتشر 6 بيز. خلي بالكم ان انا بدرس لكم موضوع اسمه البريفرال ارتريال اسكيميا. يعني انا ما بدرسش اسكيميا يعني مثلا الدكتور الهواري بقى والدكتور اسامه بتاعي حاجه اسمها ستروك. العمدة اللغة الثانية اسمها الفضل. ممكن يدرسوا لكم الرمد. يدرسوا لكم ان الريتنا الارضي وصلم الارض ممكن يجي فيه امبرز. فاول ما يجي فيه امبرز تلاقي عنده لك حالي. حالي اتعملت. بس على الرمد يدرس دي. بتاع البطن يدرس. انا دارس لك بريفرال ارتيريال ديزيز فاهمين؟ يعني الامبولايزيشن ده موضوع كبير يعني سيستم الامبولاي ممكن يروح يقفش. سنه تخصصي هو ايه؟ ريفرال طبعا ده تخصص الجراحه هو ده علم الجراحه ريفرال ارتيريا ديزيز فاهمين ولا لا؟ طيب كوميونيكيشن طبعا خدناها كلها. ازاي نعمل انفستيجيشن دوبلر ودوبلكس وانجيوجرافي وانفستيجيشن تو ديتكت كوز. ازاي بنعالج العام بتاع الاكيوت امبوليك اسكيميا هوسبيتاليزيشن هيبرين antibiotic analgesic. بعد ما بنثلج الشريان بنعمل كير اوف ذا هارت. طب هنعمل ايه في الشريان؟ هنسلكه. بص عليا هفتح موضوع التسليك شويه. هي مواعيد هنا عيدة معلش يا راجل مش قلة ثقة بس تطمن يعني شريان ده ايه؟ دول اسمهم ايه؟ كومن ايه؟ انتوا دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم كومن وبعدين ده اسمه ايه؟ ثنائية وده اسمه ايه؟ لماذا خلق الله الثنائية قاتلة؟ عشان يدي الحوض والعفشه والعتبه. دي الفوط. ويدي العفشه اللي جوه الفوط. سيرنا الجدر والريكتوم واليوترس والانابيب. والبروستاتا والسمنال ديسكيل عشان في عيال عارفه ان الفوط فيها حاجات كتير. او تقول طب الرجاله عندها حاجه في الفوط. حط الرجاله في فوط. حط بتاع الرجاله في بروستاتا. من الجسم ياخدوا من الثنائيه خلق الله من الثنائيه عشان يدي الحوض والعفشه والعتبه. والطالب يفضل عنده سؤال هو مين العتبه دي؟ الفرنيه. انت بتلاقي الميكروباص عندي نادي عتبه 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 يقصد الفرنيه. عارفين هو برينيام ده المنطقه اللي ما بين الفاجينا والانس هي اسمها برينيام. كان في طلبه عملت ايزيوتومي برينيام تير ما بعرفش صح البرينيام ما اعرفش البرينيام اصلا هو كاس او ده صلاح ما اعرفش البرينيام ده. ولو انا والله العظيم لو انا بس ببدا حد لسه مش عارف يعني ايه برينيام تقربا لله والله صعب تقربا من الله برافو اعملوا مقام سيدي الصالح لان بس بقى عمال يقول لي سيوتو مين؟ قلت
شوف انت بقى والدكتور كنت قاعد معاك بتروح قوي يا يا استغرب لا ما عرفش حاجه استغرب ايه بدل ما تستغرب وانت خارج من اللجنه انا لا اخر حاجه بترجع ان انا احس بطل عشان تحس الارض استفاز بس الضغط جوه الشرايين ما بقاش عالي قوي لدرجه ان احس بطل لكن بتدفع والدوبلر تسمعه الجيوغراف وتشوف الصبغة لكن تحس بقى بطس باوندنج وكده لا بعد شوية ممكن تحسه بدون جبريش بس هو اخر حاجة بترجع انا احسه ممكن تحسه ممكن لا لو لقيت البطس مش محدود في العمليات ما تخافش بيرجع انا ممكن اسالك الشريان يوم الرجل تدفع واللون يتحسن والبطس يرجع والدوبلر اسمعه والانجيوغرافي بقى اوكي حلو كل الحاجات حصلت لسطر واحد ما بحبش اشرحه عشان صعب مني طب افرضوا لقيت الدوبلر مسموع والانجيوغرافي موريني الشرايين سالبه والرجل دفي واللون يتحسن وانا مش حاسس البلط قفل العيان ما تقفش البلط هيتحس بعد شويه هو اخر حاجه بترجع يعني فاهمين هذا لا وبعدين انت هتلاقيني كاتب حاجه اسمها ريفرتيف بليزي بصوا هشرحها مره اللي ما يفهمهاش عندك 90 حاجه ما جاتش على دي المنهج كله خناق ضعف حط دي جنبها الصلاه الشريان بقى لما بيتقطع كده عشان اسلكه عنده في هنا حاجه اسمها كلها عم القلب هنا صح المفروض لما سالك الشريان يخرج من هنا ما يخرجش من هنا صح انت مثالك الشريان حلو تلاقيه ساعات بيصور من هنا احنا في الدم شكلاترا لا وانس ان جاب دم من هنا يبقى السكه سالكه والكلاترا فاتحه وكل حاجه زي الفل بيقولوا عليها ريفرس بليدنج هنا يعني من هنا لا بليدنج عادي من هنا ده ريفرس ايه بيحصل ازاي من كلها الطالب طبعا بيفهم بليدنج من هنا حلو قوي لان القلب هنا فبيقولها ف فوق 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 انها اكيوت انصبوا بايه؟ الفرن فاهمين؟ وان العبد اصلا عنده اكيوت اسكيميا وبعدين عرض لديهايدريشن حصل له اكيوت ثرومبوزس انصبوا بالفرن. دايما في الطب في حاجه اسمها بريدسبوزنج فاكتور وحاجه اسمها بريسيبيتيتنج جرب كده جرب ثلاثة العيان اللي عنده اكيوت ثرومبوزس ايه البريدسبوزنج فاكتور اللي عنده؟ اثر الثيروز جدع طب ايه البريسيبيتيتنج فاكتور؟ الكومنتنج والدايري اللي هي ممكن تفكرش فاهمين بريد البوزنج فاكتور وبريسيبيتيتنج فاكتور؟ ازارد اورت يعني ريزم وتروماتيك كونتيوجن طب ايه كونتيوجن يعني؟ يعني الاثر اتفحص فالارض لما تفعص انت ما باظت وتجلط الارض اتفعص فلما الارض اتفعص انت ما باظت وتجلط هنا هذا لا والانتما دي يا اولاد يعني المفروض انها نعمه قوي فلما بتتفعص هنا الارض بيبقى من بره الله الله ومن جوه ايه؟ انا عايزك تحط على كمبيوتر كده الارض من بره الله الله ومن جوه ايه؟ يعلم الله
كلينيكال بيكتشر بتاعتها 6 فيت. فيوجن ارتري باس فالجنت ما باظت فلا يعني الارتري بقى من جوه كده الجنت ما قرده فرح من دلوقتي ايه ساعات خاصه. السؤال الجاي طيب هو انا لو جيت اعمل انفستيجيشن على عينه اكيد ترومبوزس هعمل ايه؟ دوبلر ودوبلكس وارتريوجرافي وبرضه لو لقيت الليمب ستريتن بيتر ان انا افويد ايه الارتريوجرافي من هذا لا ممكن اعمل سي بي سي فاستنج بلاد شوجر كوليسترول في الدم ليه؟ الاثيروسكليروز يعني عشان الاثيروسكليروز ممكن اعمل فاستنج بلاد شوجر كوليسترول في الدم سي بي سي ازاي اعالج اجيب ثرومبوز السبب؟ هدخل اسكاره واحد الستريبتوكاينيز وايه اللي مجرأني كده؟ لا مضر التسليم. طيب تعالوا نفهم الكلام شوية. هو العيان اللي عنده أكيد ثرومبوزس لازم هيديني فايبل ليم؟ لا قولوا لي العيان اللي عنده أكيد ثرومبوز ده فريد اللي هيديني زيادة. يا فايبل يا ثريتن يا ايرفرس حتى الاسئله بقى سهل لو ايرفرسبل صح في حد فيكم ولا بيسلك ايرفرسبل لا ايه؟ انا بقول راس سندروم المفروض تقول لك فيلير راس سندروم برافو عليك. طيب لو ليمب ستريتن خدوا على العمليات على طول اعملوا باي باس I have no time for thrombolysis. The MBD is written. I have no time for thrombolysis. خد على العمليات على طول اعمله باي باس. طب ما نعمل له ثرومبكتوم يبقى استرى كوبرتي. لو عنده اثيروما كده ولا لا. رحت تدخل استرى الكوبرتي ونفخت البالونه وشتتها بتطلع بالانت. العام بتاع الاكيوت امبوليزم الانت ما هيلسي فانا هعرف انفخ البالونه واسلك الشريان. العام بتاع الثرومبوزس الانت ما ان هيلسي دي محطوطه عندكم تحت كده في مستطيل ازرق ثرومبكتومي تحت خالص مستطيل ازرق تحت خالص ممنوع الثرومبكتومي باربع ستاره فوق لان الانت ما ان هيلسي لان الانت ما ان هيلسي والاقطاره هتطلع بالانت ما من هذا لا. طب افرضوا الليمب فايبل هذوب الجلطة بستريبتوكاينيز. طب ايه رايكم لو واحد عنده اكيوت ثرومبوزس كده وانا هحقن ستريبتوكاينيز تحب احقنه في الوريد وهو يلف يذوب الجلطة ولا احط قسطرة على الجلطة واحط عليها ستريبتوكاينيز؟ احط قسطرة على الجلطة احط عليها ستريبتوكاينيز. خلي بالكم الستريبتوكاينيز بيسيح الجلطة مش بيكسرها يعني بيسيحها بنظرية الايس كريم مش بيتحضرها. السؤال الجاي طب انه احلى في نوعين من الاساطر على فكرة عندنا استرى بتنقط ستريبتوكاينيز واستره بتبخ ستريبتوكاينيز مين احلى؟ بتبخ اه بتبخ. هو انت لو شريت ازازة كالونيا 5 خمسات تحب تجيب ازازة كالونيا 5 خمسات اللي هي كده دي؟ لا ده بتبخ. انا اجيب ازازه كالونيا بقى 5 5 بتبخ ليه؟ كميه قليله بتعمل افكت جامد قوي انما دي كميات كبيره بتعمل افكت قليل. عارفين كولونيا 5 5 دي منها نوعين نوع ببخيات ونوع كده كده ده ارض بس البنات يشتروا البخيات تقول له ده اغلى يقول لك كتير صغير يبقى تدفع فيها حبه فلوس اكتر شويه بس هو كتير. فالاسطره البخاخ دي بتوفر في الاستريبتوكاينيز
بيت كتير تنبتو كاينيز اقل، بيت كتير تنبتو كاينيز ايه اقل، ودي مخطوطة في مستطيل ازرق كده تبقى عليه ام ان اف من الفريق من الفريق هنا عادة لا والله انا هبقى كويس واعمل خطوه لو نجح حولت العام من اكيوت لايه لكرونيك تاني. العام خفش هو اتحول بس من اكيوت لكروني. اي هاف ذا تايم بقى ان انا احضر له القلب والسكر والضغط وكل حاجه وبعدين اعمله باي باس. خده عارفه ده بالضغط ما بيدومش اعمله باي باس. اذا النهايه ايه؟ بس يا باي باص ارجنت يا باي باص الكتف. فاهمين يا ولاد؟ الاحلى نعمل الباي باص ايه؟ الكتف. فاهمين يا ولاد؟ عشان احضر العيان واقلل المورتاليتي. انما لو عملت الباي باص ارجنت لا احتمال عنه موسى. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ ان شاء الله كده الفلوت شارت يعني لو قدامك دي تبقى كلها بطاطا مفهومه كويس جدا. يلا يا ولاد لو ايرفرسبل لمب هعمل ايه؟ هقطعها. لو ثريتند لمب هعمل باي باص. ومن اللعبه فين؟ في الفايبل. الفايبل بحاول ادوب الجلطه. لو دابت يبقى حاولته كرونيك. اعمله باي باس بقى في وقت. طب لو ما دابتش خلاص هروح اعمله هيتحول ثريتن. لو ما دابتش بالوقت هيتحول ثريتن. اقوم اعمله الارجنت باي باس. طيب فاضل في الاكيوت اسكيميا موضوع واحد نفتحه تلاقي الدنيا اوكي اللي هو البريفرال ارتريا. وصل يا ولاد. هو انا ليه ولاد بديت الاكيوت اسكيميا بالمقدمه وبعدين فتحت كل واحده على حده؟ عشان هو سؤال الريتم ساعات يقول لك اسقاط اكيوت اسكيميا. كنت كاتب ايه؟ المقدمه. ساعات يقول لك اسقاط اكيوت امبوليزم. كنت كاتب عنوان. طبعا الكتب ولاد عاده بتكتب امبوليزم ثرومبوزس ارتريال انجري موضوعات لكن ما تحطش المقدمه دي. انا ما بحبش طالب يفكر في ده. ديليت امبيتيشن يعني بصلا يعني الطالب بيبقى فاكر ان الويبس جنجرين ده اقطعه دلوقتي حالا يعني هو مطلع السكينه كده الله اكبر ضربه لا ممكن اتاخر يوم يومين ما بيعملش حاجه تمام يعني ممكن اتاخر يوم يومين مش مشكله هو امتى ما يبقاش ممكن اتاخر ما اقدرش اتاخر لو بقيت ويب جنجرين انفكتد انت عروسة طبعا تفهم الكلام اللي هقوله. تعرفي الفرق بين الفول الناشف والفول النبت؟ الفول الناشف ده دكتورة اللي هو في السوبر ماركت. بني بني. هو في السوبر ماركت. الفول النبت احمر. الفول النبت بقى بيبقى واخد ميه شارب ميه. اخضر. تمام؟ الفول الناشف ده انا اقدر اخزنه. هيبص تلاقي السوبر ماركت بيقول لك صلاحيه سنتين. فاهمه؟ الفول النبي ده لو سبتيه عفن. الويت جنجرين خطر. لو سبته يعفن. فممكن استنى يوم يومين وبعدين اقطعه. لكن لو انفكت لازم اقطعه دلوقتي. الدراي جنجرين ما يعملش كده دلوقتي. ما بقاش انفكت. البكتيريا ما تعرفش تعيش في بيئه ناشفه. فينا ولاد وخلقنا من الماء كل شيء حي. فهمتوا فكره سحب الميه من حاجه؟ فهمتوا قدماء المصريين عفانين ازاي ولاد؟ شفتوا شفقوا الميه من الجثه؟ هيخلوا الجثه عامله كده؟ وراحوا لفينها وحاطينها في المقبره في انتظار عوده ايه؟ الروح. لكن هي شفقوا الميه ازاي ولاد؟ ما نعرفش لغايه دلوقتي. عارفين ليه؟ ما كتبوش. ما كتبوش ولاد العبيط. على
هناخد اللي احنا بنعمله. كتبوا كل حاجه وراهم حضاره مسلمه، ارباب حضاره، ارباب حضاره. انتوا عارفين يعني حضاره؟ حضاره لا يعني تسجيل داتا عشان الصغير يتعلم منها ويتحرك ستيب فورورد. هي دي حضاره، هي دي حضاره. مين؟ كتبوا كل حاجه. عارفين؟ مسجلين الطهاره. قدماء مصريين اولاد، وتفضلوا بالكم ان المسلمين يطهروا. مسيحيين مش شرط يطهروا. مسيحيين في مصر كلهم بيطهروا. عارفين ليه ولا لا؟ لان الطهاره اصلا عاده فرعونيه. من قبل دخول اليهودية والمسيحية والإسلام، الطهارة أصلا الفراعنة اللي عملها. عارفين رمسيس الثاني كان متطهر؟ بص طاهر المقصود طاهر. كانوا مضربين حجر ومضربين حجر ثاني وعين الزيت كل حاجة اطواق بس مسجلينها على معبد الاله بس لا المسخره. سامع دكتور عن ايه دراي جنجرين؟ والجنجرين ايه الاخطر؟ لانه بيبقى لايبل فور. لكن الدراي جنجرين ده ممكن نخزنه بالسنين. طيب هو ايه انواع؟ هو انتوا مش عايزين تاخدوا الارتيريا دي بقى واحده عمال ايه؟ يا رب عندي سؤال بقى اسال الناس يا اولاد. طب فوق مستوينا دكتور احمد. يا اولاد حاجه اسمها اوبن انجري وحاجه اسمها كلوز انجري وحاجه اسمها ياتروجينيك انجري. دي انواع الطرق. عارفين يعني ايه اوبن انجري يا اولاد؟ يعني يعني جان شوت او ستاب وند. مين اكتر يا ولاد؟ ستاب وند ولا جان شوت؟ مين اكتر ضربة المطوة ولا طلقة؟ طلقة. انا كنا بضرب لا حاجة في الجو حطنا حاجة في الجو. معقول يقول الوضع كده؟ معلش يا ولاد حسن سؤال تاني. مين أكتر؟ عارفين المساعدة التاسع في حاجة اسمها فرد اللي هو بنقول عليها فرطوش عندنا أو آلي. مين أكتر؟ برافو عليك. طب احنا بنقدر الدمج بالماس ومربع السرعة. هو ده كمية الطاقة اللي طالعة والدمج اللي حصل. السؤال الجاي، لو انت واحد بيصنع سلاح تهتم بالماس بتاع الآلة ولا بالسرعة؟ ما يهمكش بقى حجم سكينة وسكينة كبيرة وسكينة صغيرة، مش كده. السرعة ايه؟ هي دي الليلة. طلقة قد كده فظيعة، وبالذات بقى طلقة الآلي يقول لك خارقة وخارقة حارقة خارقة حارقة مستنيرة يعني شايفها وهي وبعدين الهاي فيلوستي بوليت دي ولاد بتخش مثلا تكسر عظمة بطاقة جامدة جدا مع عظمة تنفجر وما تطلعش قضايا، فيقولوا عليها سكندري بوليت. دامج رهيب يا ولاد. طب انا بحكيلكوا على الكلام ده ليه وانا داخل بيكوا الحرب؟ هناخد الترماتولوجي حاطط لك فين الشمس عن قفا الفلاح. ففي اوبن انجري نايم بوليت لو فيلوستي بوليت هاي فيلوستي بوليت. هو طب في حاجه اسمها كلوز انجري؟ ممكن واحد تخبطه عربيه هو من بره سليم بس هو من جوه برضه كل حته سليمه. هو ده كلوز انجري يعني من بره هلا هلا ومن جوه ايه؟ يعلم الله. طب هنا ولاد ولا لا؟ في حاجه اسمها ياتروجينيك انجن؟ طبعا. جراح هو شغال كده لقى الاور فقال ايه ده يا رب؟ قلت ده ولا ايه؟ مليش او قطع اي شلال هو ده ياتروجينيك. طب في حاجه طلعت لنا في المقدر الجديد اسمها انترا ارتريال انجكشن اللي هو الشعار الجديد بتاع الافلام. اديني الحقنة بسرعة هتضربنا بسرعة. هي دي انترا ارتريال انجكشن. بيحقنوا مادة اسمها ايه؟ ماكس. الله يسلمك. اسمها ماكس الهيروين السايب. ماكس
ماكس ده غير ماكس فاكتور. ماكس فاكتور ده مطر، لكن ماكس ده دماغ. الاثنين شبه بعض اللي تف دماغ بعض. فا ايه الحال يقولك اديني الحقنة بسرعة ارجو بحكي اكتر جرعة. فبدل ما احنا في الوريد يعني في الشريان يلا قولوا ايه الفرق اتجاه الدم الدين راح يتقل والوريد بيضبط والماكس يتلخبط في الدم بقى راح القلب نفسه ملك الدم مش ملك الدم ومن ماكس يتلخبط كده في الدم ويلف بقى يروح لجميع اجزائه فيروح حبه البريد هما دول اللي بيعملوا الشغل والباقي ما بيعملش شغل قوي بس في الدوره الدمويه اللي بعدها حبه تبقى البريد في الدوره الدمويه اللي بعدها حبه تبقى فيفضل البريد متصلصل ففضل حد في الشريان بيروح مع الماده على الشرايين فالصوابع اللي بتتصلصل الشرايين بقى صغيره اه لفه الانت والماده الكوى مركزه كده راحت مركزه على الانت ومسده الشرايين بتاعت الصوابع ايه بتصوت على ونفضل نغسل بقى في الشرايين نعمل لها بوش ونديهم كورتيزون ومانيسول وستريبتوكاينيز او هيبرين ولا بنعرف نعمل لهم حاجه وايه بتصوت على مين عرفت طبعا العيانين دول اصعب عيانين هتقابلهم العلاج فاشل اخر حاجه وغالبا غالبا بتتضرب لان هو بيبقى فاهم ان انت ما بتعالجوش عشان هو انت شايف ان هو مدمن فبيقول لك هو عشان انا مدمن تقطعوا لي ايه دي يا اخواتي فبيجيب بقيه العيله فاحنا كلنا بننزل نمكن على نفسنا والسما بقى تتقطع لوحدها يعني بس هو موضوع يعني شاهد شويه فبننزل على الارتيريال انفكشن ان شاء الله تلقوا بالانجري بلود انجري ارتيريال انجري طيب هو ايه الباثولوجي بتاع الارتيريا الانجليزي؟ يقول لك ويستير وزاوستير يعني بصوا كده ده باثولوجي ده باثولوجي ده باثولوجي ده باثولوجي يلا الأبدان نسميه الحمد لله عدد أكبر في الكلمة وده نسميه وده نسميه ده نسميه confusion أنا في الأكيد سكيميا يوم يقول لك الباثولوجي بتاع البكتيريا الإنجري وزاوي التير وويستير ويستير بارشال تير وكمبليت تير وزاوي التير confusion وسبازم يلا ايه العيبكوا حاجة اكبر شوية فاهمين ولا لا كلام فاضي صح لو ارتري وفين تتعوروا جنب بعض وعمل بينهم هيماتوما كده ايه اللي هيحصل بعد شوية ميكانيزيشن فيست هيماتوما تبقى اورجانيزد باي فايبروز بعدين مع الضغط العالي تفتح والدم يتحرك ازاي ارتري فين ارتري فين يسموها ايه دي؟ ايه دي فيست؟ لا اسم الشهرة بتاعها بوتش الطال فض الجزار تفتكروا؟ ده مثلا حاجة انتوا عارفينها ممكن حد يجي له ارتيريو فينس فيست طب من عرف؟ طب لو شريان لوحده اللي اتقطع اللي اتقطع حبة من الوريد سليم يوم يحصل هيماتوما تعمل انيوريزم هيماتوما تبقى اورجانيزد باي فتعمل حاجة اسمها فولت انيوريزم سؤال أولاني سموها لي أنيوريزم دايلاتيشن برافو عليكم ما أنيوريزم عن دايلاتيشن السؤال الجاي طب ليه سموه فالسو فالسو عشان مش الجلوز بتاع الأرض فايبرستيشن مش الجدار بتاع الشريان لو الجدار بتاع الشريان كان بقى ترو أنيوريزم لكن لو فايبرستيشن كده بقى أنيوريزم برضه أنيوريزم بس فالسو فايبرستيشن إيه لا أي كيو أي كيو أي كيو مين اكتر تراني رزم ولا الفوت؟ ايه اخبارك الفوت؟ اضعف هيفرقع من بالكم ان طالب كل الطب ساعات بيبقى صايم كله
تعمل قاعدة كده تقول لك سيبهم هم يفكروا ويقولوا لنا، وبعد ما يفكروا يقولوا لنا انا اعرف. راجع ما احبش استهلك راسي، احب اخليها كده لغايه ما الدوده تيجي تلاقي بكره الامريكا ما حدش شافها. قال لي دي عيال ده لازم يفكر عشان المعلومه تثبت. المعلومه اللي بتتاخد على الطاير بتروح على الطاير، ده ايزي تاف ايزي جو، ده ايزي جو. فاهمين هذا؟ لا يعني حاجه اسمها فولت انيوريزم وارتري فينس فيس لو في ستير وزوج كده. طب يا ولاد تقولوا لي واحد عنده قطعة شريان فجاله اكيد اسكيميا بيجي له ايه؟ تكس بيز. يعني طب واحد اتخبط اليمرس اتكسر وجاله ريديال نيرف ايه؟ ريديال نيرف. وريني منظر ايديكم في ريديال نيرف. لسه دروب فينجر دروب. يا لهوي النرف اتقطع. انا حامل دولار ليه؟ حتى الخطه اللي تقطع نرف تقطع عرض. مين قالك؟ واحد جالك قال لك كده، قال لك يا دكتور انا مبسوط هنا وعندي البوزه. البوزه يعني بعدين بصيت على البوزه لقيتها اكسباندنج وبصيت واحد تاني عنده أجوزة نون اكسباندنج. خاف من مين؟ برافو عليك. فيقول لك بص احنا عندنا في الارتيريال انجري هارد ساين وسوفت ساين. هارد ساين ده يعني ايه؟ يعني مقطوع. مقطوع. انسى. هارد ساين ده يعني الشريان ايه؟ مقطوع. امال سوفت ساين يعني ايه؟ يعني انا خايف لا يكون مقطوع. فاهمين يا رب؟ ايه رايكم سكس بيز دي ايه؟ هارد ولا سوفت؟ هارد. ده هارد قوي. ديسكوني هارد. احنا عمالين ناخد فيها بقى حصه وشويه. يعني 6 دي دي هارد قوي يعني. طب هيماتوما اكسباندنج وباصيت. هارد. طب هيماتوما نون اكسباندنج. سوفت. سوفت. طب نيرف انجري. هارد. هارد. سوفت. اصل النيرف مقطوع ممكن يكون ارتر مقطوع ممكن لا. فنعمل دوبلر. يعني اخلص اخلص الهارد ساين مش هعمل انفستيجيشن. انا هفتح العيال. السوفت ساين هعمل انفستيجيشن. فاهمين الفرق؟ طب بص يا لاب. واحد جاي لك عنده جرح كده هنا في الحته دي. هو الدراع ده اسمه ايه باللاتين؟ بريكيوم. شكرا يا دكتور. اسمه بريكيوم. حتى الشيان هنا اسمه ايه؟ بريكيا الارض. واحد عنده جرح هنا وبعدين ما بيخرجش دم. سوفت سايد. لازم اطمن على الشريان. طب واحد عنده جرح هنا جاي عمال يخر دم احمر بطشيتي فوق فوق فوق. انا شايف يعني لو شفت دم احمر بيبص كده بطشيتي فده بتقول ايه؟ القلب بيطلع دم يا ترى الشريان مقطوع. انا شايف ان انا تقرب الى الله. تقرب الى الله. برافو عليك. شوف انا قاعد واحد بتقرب في الذات ده لتطهير العلم من الطلبه كتير. فاهمين ولا لا؟ تقرب الاستاذ من الله. يعني فاهمين ولا لا؟ ايه عشان خاطر اللي يتفرج يا اولاد ما ارجع لك على يمين. لا انا خرجت وانتم مش عارفين حاجه كده يا اولاد. خرج حراميه. خلينا عمليه برضه. فاهمين ولا لا؟ انت ما تفهمش الاستاذ. الاستاذ لازم يمتحنك. بلاش ما تفهم ولا لا؟ لو ما تفهمش سقطك هو ده دوره يا اولاد. مين ولا لا؟ ده حقيقي. دلوقتي لو انا شفت دم احمر كده بصيت اللي طالع انا خايف لان الشريان مقطوع. انما لما يكون في جرح على الكورس بتاع الارتري لا دي سوفت ساين انا لازم يكون انفستيجيتد. يلا نلعب مع بعض العاب ذكاء. مين ينزف اكتر؟ دايما ايه ولا بي؟ ايه؟ كل ذكاء بتفلم. ايه اللي فاضل؟ اشمعنى؟ اصل دي ده سيركولار ماسل فايبر هتنقض. وعامله هنا ايه؟ سباز كده وهنا سباز وفايبرين نتورك وبليت.
انما دي سيرفر المصل فايبر اللي عملت اسباس بالجاح يفتح فينزف ارض كلام وين لايف از هارد. طيب نلعب العب ذكاء تاني. الدولار فكرت في السؤال واعكسه. لا يا صاحبي انت فكرت خالص وقعدت معاك تاني الاجابه بعد. تطلع يا صاحبي. فمين من الجلد مقطوع هنا؟ من الجلد سليم. مين سليم. سليم عشان مش سليم. 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 لكن الجلد المفتوح ده ايزي وفي دايجنوز القاعده بتاعتها طلعت صح. بتتكلم على صح. عشان كده اولاد حاجه غريبه قوي كلوز كلوز انجري اخطر من الاوبن لانه بيبقى غالبا ميس ايه؟ ميس دايجنوز. تكون اولاد ولا لا؟ تعطيل في مرة في كان في العل الحلاقة البطنية في الحتة عند في حتة المستشفى عندنا في حتة بطنية كان اسمها عرب محمد ورا المستشفى كانت مليانة ردتية لما بيلعبوا بالقرد بيخبطوا القرد وبطنية بقى وسريعة وكده فكنا بنضرب في الاستباك يعني كان معروف ان احنا بنضرب يعني والاصلين. فمره ايه واحد فيهم كنا زمان بقى يعني 87 88 كده كانت المطوى السويسري لسه طالعه جديده. المطوى السويسري ده لا المطوى مطوى ارم جزائر تتفرج كده او تعملها كده تتفرج ده كده دي اسمها ارم جزائر عشان اثنين دي مطوى سوسته بعملها كده تنطر على طول دي اسمها سويسري. فكان مطاوي السويسري دي لسه طالعه جديد فجاب مطوى وبيوريها لصاحبه فبيهزروا مع بعض فغز صاحبه فطبعا طلع خرطوم دم احمر فكبسوها بن وبسوا بعض وكده لان الدم وقف وقالوا بقى ده جرح صغير غرزتين يعني احنا هنكسر بعض عشان غرزتين لا فبسوا بعض وكده وصبوا وبعدين راح الاستقبال يخيطوا الايه الدراع. احنا عندنا ما يكون في عين تروما كده بنبلغ البوليس لو شكينا ان في شبهه جنائيه لازم نعمل محضر نصيحه وفاهمين طبعا فقالوا مش هنقول ان هنخناق لا هنقول ان انت بتاع ازاز وان الازازه ايه عورتك كده عشان فواقف دكاتره في الامتياز دكاتره الامتياز دول ما ينفعش حد يتحيطوا عليهم لان هو مضحوك عليه اصلا من غير ما يعني انت مش مضطر ان انت تتعب عشان هو انت لو قلت له الحاجه هو يضحك عليه اصلا. هنا غلطت بقى دكاتره الجاز بيبقوا واقفين في الاستقبال عايزين يخيطوا كل واحد فيهم مستني الغرز واقفين بالترتيب يعني ايه؟ يعني المجموعه اكثر في البطريوس يخيط الاول وبعدين اللي مجموعه كان اقل يخيط بعديه وهكذا وكل واحد يقيس بقى ايه كفاءته ورزقه وكبر الجرح يعني الجرح كان كبير فخار كتير مع ان انت ممكن تجيب في مرايه في البيت تقطعها وتخيطها هي هي والله كسلته مجانين طبعا. المهم ايه الورقه جاء جرح صغير بقى انا كنت بتاع ازاز وتعورت كده فانا جاي اخيط الجرح قال له هو ده الجرح بس قال له الله يخرب بيتك ضيعت لي الدور وخدوا بقى على الكشك بتاع الخياطه وقعدوا يخيطوا معايا بالصدفه احنا بنسيب امتياز الخاطر عيال على الناس عادي وبعدين بالصدفه داخل انا الاوضه بتاعت الغرفه لقيت العيال ايده ساعه قوي بقى بيت بيت قوي بيت يخرب بيت كده وبعدين احط ايدي عليها تلج احط ايدي على البلصه مفيش بلصه بعدين بقول له انت بتعمل ايه يا ابني؟
انا بخيط وقع بصاب بكره الساعه 7 الصبح وزيها يوم الخميس 7 الصبح.